كنعرفوا حنايا هاد الدري راه ما زعما ما فيه حتى شي عيب وما يديرش هاد الشيء، ودري مزيان الله يعمرها دار، هادشي اللي تنعرفوا حنايا. حنا ما حاضرينش باش نقولوا واش دار ولا ما دارش، الله اعلم، ولكن حنا اللي كنعرفوا على الدري، دري مزيان الله يعمرها دار، وزعما ماشي ديالته هادشي مبلي، ولكن راه ما تيأذي حتى شي واحد، وما عمر الدار في الدرب، وما عمره ما جاب شي مشاكل لدارهم. هنا اللي كنعرفوا عليه الله يعمرها دار، ما تيديرش العنف لا مع دارهم الا مع الجيران لا مع حتى شي واحد، صراحه تقال ما عمره ما هز العين حتى شي واحد من الدرب، ولو يكون غادي حنا كيتسخر لينا، تتبغي عاد تعطيو له الدوري معاه ما تيبغيش، صراحه تقال البريه الله يعفو عليهم كاملين، الله يعفو على كل واحد، وحنا اللي تنطلبوا، حنا ما بغيناش هذاك الدري يمشي ضحيه، تنطلبوا بالكاميرا هي اللي غادا تجيب الحقيقة، بقى فينا الدري حيت ماشي بقى فينا لا هو لا الدري اللي تحرق، حنا ما بغيناش لا لهذا لا لهذا، وحنا ما اش نقول لك اختي، الله يدير لي شي تاويل تاع الخير تا هو، والله يشافي ذاك الولد اللي تحرق. السلام عليكم، بالنسبة لهذا الدري أسامة ولد السيكتور الله يعمر ليه الدار، مهم ضاربة عليهم تمارة، عندها وليد وبنية، باهم هربان عليهم، بالنسبة لي دري دريف كيتسخر لينا، ما تيقولش لينا لا، ما شمكارش، ما تيشفرش، ما والو. مبليه الله يعفو على الجميع. انا تنطلب من هاد الناس تاع السلطات انهم يراقبوا الكاميرات، اللي كاينين تما تنطلب منهم حتى ديك البلاصه ينقيوها من هذوك الناس اللي مبليين تما، ما يبقاوش تحت القنطره. انا راه بنت السيكتور ديال لارميطاج، زياده وخلوق فيه كاينين بزاف، ما كياديوش انما تيشربوا تما. الدري الله يعمر ليه الدار، ما فيهش هاد الشيء، والدري الاخر الله يجيب ليه الشفاء. بغيت نقول هاد الدري مسكين الله يعمر ليه الدار، ما عمرناش شفنا منه شي حاجه خايبه، كيتسخر لينا كيصبغ لينا كلشي، كبر معانا ما عمرناش شفنا منه شي حاجه خايبه، هادشي اللي كاين بنيتي. هو دري درويش؟ لا 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 ما يقدرش، مع الدراري مع وليداتنا مع كلشي، بقى فينا لا من جيت هذاك الدري اللي محروق ولا من هو. الله يدير لهم شي تاويل تاع الخير، الله يدير لك شي تاويل تاع الخير بنتي. ما نكذبش عليك، شفنا منه الخير، عمرو دار شي حاجه بحال هكا، كابر معنا هنا في الدرب بحال خونا الكبير، عمرنا ما شفناه. ما نكذبش عليك اختي، هذاك الدري قلت لك راه كان كيتصرف معنا في الخير ديما، هنا مع الدري كابر مع الدراري، راه عنده مع الدريات الصغار، الدراري الصغار ديال الزنقه، هذاك السيد درويش ما نكذبش عليك. لا 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 ماشي واحد عادي، واللي مبلي اختي راه الله يعفو عليه، راه كاع ولاد الناس راه مبليين، كاين اللي مبلي كاين اللي كاع ما مبلي، واللي مبلي الله يعفو عليه. كيبيع ويشري معاه، انا سمعتش باللي السيد بغى يظلمو، انا ما حضرتش ما غاديش نقدر نقول شي حاجه، ولكن اللي كنعرف الدري اسامه، اللي كنعرف الصديق ديالي راه كان كيبيع ويشري معاه، راه ما يديرهاش الصراحه، الله عمرها دار وضريف هذاك الدري وما يديرهاش. سمعتش باللي شي واحد صاحبه ولا ما عرف تحرق، انا 100% غنقول لك هذيك الدري ما يديرهاش حيت الله يعمرها دار. هذيك السيد كان كيكون معايا النهار كامل، كان كيفرقنا غير النعاس، لا عمره ما عاود لي شي حاجه، عمره ما عاود لي شي حاجه صراحه. الدري الله يعمرها دار ما يديرهاش، انا هادشي اللي قلت ما حضرتش، من خلال هذاك الشيء اللي كنعرف عليه راه ما يديرهاش، لانه دري ظريف الصراحه. وحنا كنقولوا